السلام عليكم، تحياتي للجميع واستمرارا لتتمة الدروس، لكن هذه المرة عن بعد. نكمل الدرس ديالنا اللي هو الدرس رقم 2 في مجزوعة الميكانيك، وهو الدرس ديال التأثيرات الميكانيكية والقوة. كما شفنا جميعا في الشق الأول ديال هذا الدرس، تطرقنا لما يسمى بالتأثيرات الميكانيكية، اللي هو عندما يكون جسم يؤثر على جسم آخر. وقلنا بأن التأثير ممكن يكون تأثير تماس، وممكن يكون تأثير عن بعد. وتأثير تماس كما تم التطرق له هو تأثير، نقول بأنه تأثير تماس عندما يكون الجسم مؤثر والجسم المؤثر عليه في تماس. وقلنا عاوتاني بلي راه داك التأثير تماس ممكن يكون موضع، وممكن يكون عاوتاني اش موزع. وموضع يكون تأثير تماس موضع عندما تكون تلكم المساحة صغيرة جدا، يعني يمكن اعتبارها نقطة. وعندما تكون مساحة تماس مجموعة من النقاط، أي عبارة عن مساحة كبيرة جدا، يمكن اعتبارها تأثير تماس موزع. هذا فيما يخص تأثير تماس. بالنسبة للتأثير عن بعد، عندما لا يكون هناك تماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. كما قلنا هو مثال ديال الأرض. الأرض تؤثر على الأجسام لكن عن بعد، يعني تؤثر في مجموعة من النقاط. وبالتالي دائما يمكن اعتبار تأثير عن بعد، يمكن اعتباره دائما فهو تأثير موزع. طبعا نطرق الأمثلة، شو معي مثلا هنا بربع ديال الأمثلة. مثلا هنا هناك تأثير ميكانيكي بين مدى بين اليد والمحفظة. اليد تؤثر على المحفظة، اليد مع المحفظة في تماس، ولكن شتو هنايا عندنا مجموعة من النقاط، إذا سنعتبره تماس مدى موزع، لأنه ما كيتمش في نقطة إنما في مجموعة من قدم اللاعب تؤثر على الكرة. فاش غيضرب القدم الكرة غيضربها، ما غيضربهاش واحد النقطة صغيرة، إنما غيضربها في مجموعة من النقاط، وبالتالي فهو تأثير تماس موزع. وكذلك بالنسبة للخيط، قلنا راه الخيط مع الكرة وهو عبارة عن تأثير تماس. الخيط كيقيس لنا الكرة، يعني في تماس، ولكن في واحد المساحة صغيرة جدا، يعني عبارة عن ماذا؟ عن النقطة اللي سميناها هنايا أ. صافي، يعني هاد ثلاثة الصور الأولين فهي تأثير تماس، لأن الجسم مؤثر والجسم مؤثر عليه في تماس. وداك التماس على حسب، إذا كان مجموعة من النقاط بحال هاد الصورة أو لا هنايا، راه غيكون موزع. إذا كان في نقطة واحدة موضع. هاد الصورة الأخيرة اللي فيها المغناطيس مع الكرة الحديدية، فهي تأثير عن بعد، لأن المغناطيس كيأثر على الكرة، يعني الجذب، قوة جذب المغناطيس، ولكن كتكون عن بعد، ما كيقيسش المغناطيس الكرة الحديدية، وهو كيكون ديما موزع. علاش؟ لأن قلنا مثلا المغناطيس، نفترض أن الكرة كبيرة شوية، راه المغناطيس غيأثر على الكرة ولكن ما كيأثرش عليها في نقطة واحدة. هذا بالنسبة للأمثلة ديالنا. مفهوم ديال القوة، هذا مفهوم جديد عليكم، اللي هو مفهوم ديال القوة. دابا شنو هي القوة؟ اش كنقصدوا بالقوة؟ اول حاجة غتعرفوها، اللي خصنا نعرفوها جميع، هو ان نقرن كل تأثير ميكانيكي بقوة. ماذا نقصد بهذه الجملة؟ مثلا في الامثلة السابقة الا شفتوا معايا، عندنا هادو كاملين تأثيرات ميكانيكية، ولكن دابا هاد التأثير الميكانيكي، دابا ما نقولش نقول تأثير ميكانيكي، غنبقاو نقولوا قوة. مثلا كنا كنقولوا القدم ديال اللاعب يؤثر على الكرة، ما نبقاوش نقول هذه الجملة، غنقولوا قدم تطبق قوة على ماذا؟ على الكرة. أو لا، الخيط يطبق قوة على ماذا؟ على الكرة. آليات تطبق قوة على المحفظة. المغناطيس يطبق قوة على الكرة الحديدية. صافي، يعني بلاصة ما نقولو تأثير ميكانيكي، بلاصة نقولو دابا قوة. هذه أول حاجة اللي خصك تعرف. أو تاني حاجة، نمثل القوة بواسطة سهم. دابا حنايا مثلا كما قلنا، إلا رجعتو معايا للصور ديالنا، دابا حنايا التأثير الميكانيكي باش غنعرفوه كاين، يعني باش غنمثلوه، كي غنديرو نبينوه في الشكل ديالنا. هاد الأسئلة كاملة سهلة، الإجابة عليها هي غنمثلو واحد القوة هنايا، أولا في أي صورة هنايا، ديال شكون اللي كيأثر على شكون. داك التأثير الميكانيكي قلنا غنمثلوه بقوة، وديك القوة باش ترسم لينا في الشكل خصنا نرسموها بواحد السهم. عندما أقول سهم، مباشرة أقصد ماذا؟ متجه. وبالتالي المتجه راه تم التطرق لها في مادة الرياضيات، يعني اي متجهه كيف ما كانت قريتو في الرياضيات كتكون عندها بعض الخصائص، يعني الاصل ديالها، الطرف ديالها، الاتجاه، المنحى، وكذلك المنظم ديالها اللي هو الطول ديالها. ولكن حنايا دابا ما كنسميوش هذا السهم ديالنا هنايا في الفيزيك، ما بقاش نسميوه سهم،
هاد السهم ما كنسميوهش حنا متجهة، إنما كنسميوه قوة. هاد القوة عبارة عن سهم. إذن باش أنا نرسم داك السهم ديالي خصني نعرف ما يسمى مميزات القوة. أش كنقصد بمميزات القوة؟ يعني فين غيبدا السهم ديالي، فين غيمشي، يعني الاتجاه ديالو، واش غيمشي عموديا ولا أفقيا، وفين غيمشي، واش غيمشي لليمين ولا اليسار ولا الأعلى ولا الأسفل، وكذلك شحال غيكون في الطول ديال داك السهم. هادو هما بالنسبة للمميزات.